السلام عليكم، كيفكم؟ بهذا الفيديو رح نرسم شجرة عيد الميلاد سابان دو نويل، يعني شجرة الكريسماس بالألوان المائية، ورح استخدم تقنية رطب فوق رطب اللي بتعطينا نتيجة كتير حلوة. الأدوات اللي أنا بحاجة لها هو ورق خاص بالألوان المائية، يستحسن أنه يكون 300 جرام. أنا بحاجة لألوان مائية، سوف أستخدم هذه العلبة الصغيرة من وينسور أند نيوتن. طبعا أنا بحاجة لشقفة ناشفة لمسح الفرشة، ماء نظيف، فرشة خاصة بالألوان المائية، وقلم الرصاص للرسم. هيا بينا. أول شي رح أعلم الخطوط الرئيسية للوحة أو الأوتلاينز بقلم رصاص. أنا استخدمت قلم HB اللي هو للتحديد. أوكي، بحاول دايما اني اعمل اطار خارجي، مثلا مربع او مستطيل، حتى احدد نظريا الحدود لحد وين تقريبا بدها توصل رسمتي. طبعا الرسمة جدا جدا سهلة، يعني اذا بتشوفوا خطوات الرصاص مجرد خطوط هيك بالعرض رايحة وجاية، ما بدها شيء ابدا، سهلة جدا. اتمنى انكم تطبقوها. إذا طبقتوها عملوا لي منشن على إنستغرام، بتلاقوا حساب إنستغرام الخاص فيني هون تحت بالدسكريبشن بوكس. وياريت ياريت ما تنسوا تعملوا لي لايك، عم نزل يوميا فيديوهات حتى تدعموا قناتي وتدعموني يعني. وشكرا في حال حطيتوا لايك، أشكركم. اوكي، الرسمة بالرصاص راح تخلص مثل ما قريتوا بالعنوان. التقنية اللي راح نستخدمها هي راح نرسم رطب على رطب، طبعا هي احدى تقنيات الالوان المائية. شوفوا انا حطيت القليل من اللون بالماء، يعني هيك ماء باللون الاخضر فقط حتى يبين بالتصوير بهذه المرحلة. هلا بعد شوي برجع بحط بتاني مرحلة بس ماء نظيف بتكون وضحت الفكرة. اوكي، هون بس حتى يطلع واضح اكثر على الكاميرا. التقنية هي كالتالي، انه المكان اللي بدنا نرسم فيه بنرطبه، بس بنحط فيه كمية من الماء مثل ما مبين بالفيديو، وفوقها بنوزع طبعا الكمية فقط بالمكان اللي بدنا نرسم فيه. يعني في خطوط بيضة حابين نترك الورقة بالنص، ما بنقرب عليها المي، لانه مجرد ما نرطبها بيصير اللون بده يجي عليها. اوكي، انا ما بدي اللون يلمس المناطق البيضة. هلا شوفوا، حطيت لون اخضر بالفرشة وجيت صرت حطه بالاماكن اللي فيها مي، وبس اتركه شوفوا كيف هو بيصير يمشي لحاله. طبعا هاي التقنية الوان المائية تستخدم ايضا، وبتعطي نتيجة يعني غير متوقعة، دايما بتعطي مفاجآت، وهيدا شي حلو كتير. طبعا فينا نحنا نساعد الماء انه يجري بالفرشة. اوكي، هلأ حبيت مثلا اني ادخل لون تاني مع الاخضر، جبت اللون الاصفر. بتصيروا تحسوا الالوان هي لوحدة بتندمج مع بعضها على الورقة، لانه كله بعضه رطب، كله بيتداخل ببعضه. بس بتمنى عليكم اذا بدك ترسموا هذه التقنيه يكون الورق اللي عم ترسموا عليه سميك، لانه هذه التقنيه لا تصلح للورق اللي ما بيكون سميك. اوكي، يعني يستحسن انه يكون 300 جرام. 200 جرام فيكم ترسموا عليه بس بيعذبكم شوي، 300 فيكم تتدربوا عليه بشكل احسن. اوكي، شفتوا رجعت جبت لون ثالث هيك كم نقطة بني وحمار وحطيتهم ببعض الاماكن. هلا جيت للقسم السفلي من الشجرة، هون طبعا حطيت ماء نظيف لانه وضحت الفكرة مسبقا، وايضا رح اتبع نفس الطريقة. اوكي، رح احط الوان فوق بعضها، انما الالوان بدمجها مباشرة، هي بتندمج لحالها بالاحرى على الورقة. انا في ساعدها شوي بالفرشة، بس بتركها، يستحسن انه هيك اتركها هي مثل ما هي بدها يعني بتتمدد.
طبعا هلا فترة أعياد الميلاد الكريسماس إن شاء الله بينعاد على جميع الإخوان المسيحيين بالصحة والعافية وعلى كل العالم كمان. أعياد مجيدة هاي، ميلاد السيد عيسى عليه السلام نبي الله. حلوة كتير السبان، شجرة عيد الميلاد الكريسماس حلوة، يعني فيها فرح فيها سعادة هيك، بتجيب الزينة. الزينة دايما بتعطي إحساس الفرح والأمل بميلاد جديد. أوكي، صارت الشجرة بهذا الشكل. طبعا هاي التقنية بتطبقوها على أي رسمة انتو حابينها. هونك عم برجع على الأطراف، عم بحط شوي مي مع لون بني. اوكي، من هون حسيت انه هيدي الجهة لازم تكون اطول شوي بالعرض، طولتها هيك بيكون عندي تناسق اكثر بالشجرة من فوق لتحت، يعني بدها تكون على شكل مثلث. اوكي، اضفت القليل من البني، رجعت جبت شوي اللون الاسود. الاسود اذا لاحظتوا جبته من غير باليت، لانه باليت وينسر ان نيوتن اللي عندي ما فيها لون اسود. انا عادة مش كتير بحب استخدم الاسود، بس هاي بما انه شي فانتازية، يعني مش عم برسم شي شجرة واقعية، هايدي هيك انه شي مزين، يعني يجوز هون ما عندي مشكل اني احط اسود. على فكرة بعده هو كله رطب، حتى الاسود بعد شوية تفتح، يعني تمدد اللون بالاحرى. هون حطيت شوية احمر. اوكي، كانت نشفت هالمنطقة، لقيته ما تمدد، ساعدته انا حتى يتمدد بالفرشة. اوكي، حطيت كم نقطة حمراء. هلا جبت فرشة خشنة، الفرشة اللي بستخدمها للالوان الزيتية، ودمجت هودي اللونين الاحمر الموجودين عندي بالباليت، دمجتهم مع بعضهم، طلعت عندي درجة أحمر حلوة كتير. رح أعمل تقنية الرذاذ، شوفوا الفرشة فيها ماء ولون، وهيك بلشت ترش رذاذ على جميع أنحاء الشجرة حتى تكون من جو الكريسماس أكتر. وهيك خلصت، بتمنى أنه يكون عجبكم هذا الفيديو، إنكم استفدتوا وإنكم ترسموها لهذه الرسمة. ولا تنسوا تحطوا لايك، وأنا بشوفكم بفيديو جديد. السلام عليكم، باي باي.